بالرشيد السويدي. تهانينا تهانينا والف مبروك. الكلمة والمايك للزميل سلطان السعيدي. شكرا عبد العزيز العطوي. بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، نحييكم بتحية الاسلام، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نستمر معكم في منافسات هذا الصباح وانطلاق للسن الاذاع مع هذه الاشواط المفتوحة. اجن اصحاب السمو والشيوخ والسعادة على ميدان الشحانية، نتابع معكم ونصف لكم هذه المنافسات الصباحية ضمن السباق المحلي الاول. انطلق مشاهدينا الكرام ثامن الاشواط، يحمل لنا تحدي ومنافسة واندفاع جميل للقعدان. مسافتنا هي الاربع كيلومترات والاسماء المنطلقة والمندفعة هنا في مسار هذا الشوط. نبدأ مع الفارس على مقدمة الشوط وعلى المركز الاول. هذا هو الفارس من هجن الشحانية وضمره المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية، من يقدم الفارس على مقدمة هذا الشوط وفي المركز الاول. نقل مباشرة الى ثاني المراكز لنجد على المركز الثاني متابعينا الكرام من الجانب اليمين، هذا هو هداد من هجن الشحانية وبمتابعة فاران بن محمد بن قريع المري، من يقدم لنا هداد على مستوى المركز الثاني. نقلتنا الى ثالث المراكز لنجد ونتابع خفاق من هجن الشحانية وضمره المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية، من يقدم لنا خفاق على مستوى المركز الرابع. وخامس المراكز نجد ونتابع، او المركز الرابع، المركز الرابع مشاهدي الكرام، هذا هو الكنور من هجن الغرافة بمتابعة المدهش سالم بن عامر المدهوشي. وخامسا نصل مع المركز الخامس لنجد ونتابع مشاهدينا الاعزاء الاسم القادم، هذا هو فطين من هجن الشحانية ومع المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. هذه نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء، ويا مخرجنا عطنا لقطة على الاسماء اللي خلف الفايف ستار لنتابع هذه الاندفاع الجميل. مشكور يا ابن خزينة، لاحظ هذا المنظر والمشهد الجميل على ميدان الشحانية، ما شاء الله وتبارك الرحمن على هذا الاداء الجميل للسن الاذاع في صباح هذا اليوم في تحديات الاربع كيلومترات ضمن السباق المحلي الاول. العودة الى مقدمة الشوط، الى البداية، الى المقدمة، والفارس الفارس الفارس على الصدارة لوحة الالف والخمسمائة متر، وهذا هو الفارس من هجن الشحانية يحمل الشعار الادعم الكبير المضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية، من يتابع المشاغب هذه الانطلاقة من الفارس. المركز الثاني هداد من هجن الشحانية مع فاران بن محمد بن قريع المري. المركز الثالث تحرك انطلق حاير من هجن الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. ورابع المراكز الهبوب من هجن الشحانية مع فاران بن محمد بن قريع المري. خامس المراكز هذا هو خفاق اللي تحرك من الجانب اليمين من هجن الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. هذه النتيجة للأسماء المتقدمة للفايف ستار التي بدأت تسير بسرعة مميزة في هذه اللحظات مع بوابة الإعلام، بوابة الكيلو متر الأخير. ما شاء الله وتبارك الرحمن، العودة إلى المقدمة إلى الصدارة مع المركز الأول. الفارس لا زال يقود الأمور، يتقدم حتى هذه اللحظات من هجن الشحانية، والمشاغب يتابع الموقف مع الفارس، ولكن هذا هو حاير اللي بدأ يستلم المهمة، يتقدم على مقدمة الشوط من هجن الشحانية مع المشاغب، ولكن من الجانب اليمين هداد يبغي صدارة هذا الشوط من هجن الشحانية بمتابعة فاران بن محمد بن قريع المري. منافسة ثنائية ما بين هداد وما بين حاير. يا سلام يا سلام يا سلام. المركز الثالث تواجد هناك من خفاق من هجن الشحانية ايضا مع المشاغب على ثالث المراكز، والمركز الرابع الهبوب، وخامس المراكز الفارس، ولكن العودة الى مقدمة الشوط مع حاير. يا سلام، هذا هو حاير من بدأ يسير الى خط النهاية ليؤكد هذا الحضور الجميل بحضوره المميز في صباح هذا اليوم على ميدان التحدي. الفارس يسجل، او حاير يسجل هذا الناموس من هجن الشحانية مع المشاغب. سلام وتحية واحترام حاير من يفوز بناموس هذا الشوط. اداء جميل واندفاع مميز في اللحظات الاخيرة.
سلام سلام إلى مؤسسة هجن الشحانية، وشكرا للمشاغب. وحاير يصل إلى خط النهاية معلن فوزه وانتصاره ومسجلا نقطة صباحية في المحلي الأول. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، تهانينا لمضمره محمد بن خالد بن عبد الله العطية المركز الثاني. من وصل مشاهدي الاعزاء هداد من هجن الشحانيه مع فاران بن محمد بن قريع المري مركز الثالث، كان من نصيب خفاق من هجن الشحانيه مع المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطيه المركز الرابع. من وصل الهبوب من هجن الشحانيه مع فاران بن محمد بن قريع المري، وخامس المراكز من نصيب الفارس من هجن الشحانيه مع المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطيه. هذه نتيجتنا مشاهدي الاعزاء، ملخص شوطنا الماضي. لنتابع التوقيت الزمني لحظة وصول حاير إلى خط نهاية محقق الفوز والانتصار وقاطع الأربعة كيلومتر في فترة زمنية مقدارها 6 دقائق و13 ثانية 61 جزءا من ثانية. تهانينا لهجن الشحانية، تهانينا للمشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية المركز الثاني. من وصل هداد وتوقيته الزمني مشاهدين الكرام هو 6 دقائق 15 ثانية 67 جزءا من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية، تهانينا لفاران بن محمد بن قريع المري المركز الثالث. من نصيب خفاق وتوقيت خفاق هو 6 دقائق 16 ثانية 33 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية، تهانينا للمشاغب محمد بن خالد بن عبد الله.